السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. الناس اللي اول مره كتشوفني كنتمنى على انها تنزل تحت برك على زر ابوني 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 باش توصل، ثم لايك ثم يعني الناس اللي اول مره تبارك على زر الجرس باش توصل بالجديد اللي انا كنحطو على القناه. اذا في هذه الحلقه غادي يكون هي حلقه طيريه لاول درس بالنسبه للادبيين، بالنسبه يعني الناس المتمدرسين او الناس الاحرار. هذا النص التطيري هذا او هذه الحلقه التطيريه غادي تكون حول احياء النموذج. اذا خوتي اخواتي، اول درس في الباكالوريا ديال الناس الاداب بمسلكيه او الناس الاحرار اللي غدوز باكالوريا حره، اول درس كيكون عندكم هو احياء النموذج. اذا في هذه الحلقه كما قلت لكم غادي ندير واحد النص تطيري، غادي نهضر فيه على جوج نقاط اللي هما مهمين. النقطه الاولى غادي نهضر على الشعر، الشعر العربي والمراحل اللي عرف الشعر العربي. ثم النقطه الثانيه غنهضر لكم على احياء الشعر العربي من حيث يعني واحد المجموعه من الخطوات. الخطوات غادي نشوفوهم اللي هما ديما غادي يكونوا في اثناء تحليلكم القصيده. اذا ملي كنهضروا على احياء النموذج فكنهضروا على القصيده، قصيده ذات نظام الشطرين. اذا الشعر العربي بصفه عامه عرف ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى وهي مرحله الازدهار، اي ان الشعر كان مزدهرا، بمعنى اخر كان هو في ذلك الفتره يعني مزدهر بصفه عامه، من ناحيه اللغه، من ناحيه الايقاع، من ناحيه المواضيع، من ناحيه مجموعه الحوايج، كان في الطوب ديالو، في الازدهار، اوج الازدهار ديالو. ثم غادي تجي المرحله الثانيه وهي مرحله الانحطاط، بمعنى غادي تراجع الشعر العربي يعني بعد مباشره بعد سقوط بغداد. واستمر هذا يعني الانحطاط الى نهايه القرن التاسع عشر. اما المرحله الثالثه فهي مرحله احياء النموذج، مرحله احياء النموذج. اذا احياء النموذج كما كتعرفوا على انه عنده عده اسماء، ضمن هذه الاسماء اللي هو البعث والاحياء، ثم المدرسه التقليديه، ثم المدرسه الكلاسيكيه. اذا الا قالوا لكم شي مصطلح من هذه المصطلحات اللي عطيتكم دابا فهما راه كيقصدوا به احياء النموذج. اذا هذه المرحله ديال احياء النموذج حاول الشعراء الرجوع الى كتابة الشعر كما كان معروفا لدى القديم. حاول الشعراء انهم يرجعوا لذاك الشيء اللي كان في القديم، في يعني في المرحلة الاولى هي المرحلة ديال الازدهار. اذا خوتي هادو هما ثلاثة المراحل اللي مر منهم الشعر. اذا حقيقة هذه الحلقة هي تكون حلقة اطارية فقط، يعني شفهية فقط باش تعرفوا المراحل اللي مر منها هي النموذج. ثم ثانيا وهو احياء الشعر العربي من حيث مجموعة من الحوايج ضمنها وهو الموضوعات. اذا الموضوعات، اذا اعتماد اغراض تقليديه، هذه الموضوعات كيفاش الموضوعات ولات عندهم، اذا غيحيو اللي كان ديجا يعني في الشعر القديم من حيث يعني الاغراض التقليديه كالمدح يرجعوا يمدحوا، ثم الغزل يرجعوا يتغزلوا بالمراه الى غير ذلك، ثم الفخر، ثم الرثاء والهجاء. اذا هادو كانوا في يعني المراحل ديال الازدهار ديال الشعر، ولكن في احياء النموذج غادي الشعراء ديال احياء النموذج غادي يرجعوا لنا هذه الاشياء. نعم. اذا ثانيا وهي اللغه، اذا هذه اللغه اعتماد الفاظ تقليديه قديمه موروثه. اذا تلاحظوا معايا في اثناء التحليل ديال القصائد ديال احياء النموذج، اذا غتشوفوا اللغه اللي هما مستعمله، اللغه تلقاها صعيبه، اللغه انها موروثه، اللغه انها يعني خصك تكون واحد الدرايه عندك يعني باللغه العربيه باش تفهم يعني دوك المصطلحات اللي كيستعملوا الشعراء. ثم ثالثا هو الصور الشعريه. اذا الصور الشعريه اعتماد الوسائل التقليديه وهي كتشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز الى غير ذلك. هذه الامور كلها ان شاء الله اثناء التحليل ديالنا ديال القصيده اللي كتنتمي ولا تنتمي لاحياء النموذج غادي نشوفوا هاد الاشياء كما قلت لكم. هاد الصور الشعريه هذه اللي غنلقاو فيها في القصائد، غنلقاو فيها التشبيه، غنلقاو فيها الاستعاره، غنلقاو فيها الكنايه، غنلقاو فيها المجاز، لقاو بزاف د الحوايج. اذا حقيقه بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يعني غيديروا الاداب او لا، خصوصا اللي كانوا يعني كانوا علميا وغيديروا اداب او اللي قاطعوا الدراسه يعني واحد التاريخ
تاريخ يعني كبير، فبالتالي عند المصطلحات غتجيهم مصطلحات اللي هي صعيبه، لكن اثناء الممارسه ديالنا واثناء التحليل ديالنا ان شاء الله في الحلقات القادمه غادي نوقفوا على هاد الامور وغادي نشرحهم يعني بخطوه بخطوه وكل مصطلح واش كاين. المرحله يعني الثالثه من يعني الاشياء اللي يعني تشبتوا بها الشعراء هي النموذج هو البنيه الايقاعيه. اذا البنيه الايقاعيه موروثه غتولي غتكون عندنا نظام الشطرين المتناظرين. القصد بنظام الشطرين المتناظرين هو الجزء الاول والجزء الثاني، هو كيتسمى نظام الشطرين المتناظرين. ثم البحور الخليليه وهي 16 بحرا. هاد البحور هادو بالنسبه للناس اللي اول مره غيسمع هاد البحور هادو فهي راه موجوده في الانترنت. الا قلبتوا على البحور 16 اللي في اللغه العربيه فغتعرفوا يعني هاد البحور هادو هي اوزان كينضم عليها الشاعر القصيده ديالو طبعا. ثم القافيه الموحده، وانا غادي نشرح لكم ما يمكنش ندور الكاميرا باش نوريكم يعني راني خديت المعدات ضمنهم السبوره باش ان شاء الله غنستطع باش نشرح لكم هذه الامور هذه كلها. يعني ضمنها مثلا شنو هو الفرق ما بين القافيه وما بين الراوي، فوقاش اولا كيفاش نحددوا القافيه وكيفاش نحددوا الراوي. هذه الامور ان شاء الله كلها غادي نحددها لكم وغادي يعني نشرحها لكم بمرحله مرحله وبخطوه خطوه. ثم ايضا يعني اعتماد التصريح في البيت الاول. ايضا اش كنقصد بالتصريع هادشي كله ان شاء الله غادي نشرحه يعني في الحلقات القادمه. فقط يعني انا كنتمنى على ان غير المصطلحات اللي عطيتك دابا انك يعني تمشي تقلب عليهم في الانترنت باش ان شاء الله ملي غادي ندير الفيديو الثاني اللي في احياء النموذج تكون على الاقل بانك يعني راه عندك مصطلحات وعرفتي هاد المصطلحات اش كيعني واش اللي هضرت لك عليه المصطلحات تكون انت ضبطهم. ثم اخيرا في القصيده يعني ما تم يعني التشبت به واحيائه وهي بناء القصيده. بناء القصيده اذا بناء يعتمد على مقدمه طلاليه او غزليه او وجدانيه ثم ينتقل الى اغراض اخرى. اذا في بدايه هاد القصيده اللي ديال احياء النموذج غادي تلقاو واحد يعني هاد المقدمه غتكون يا اما مقدمه طلاليه. كنقصد بالمقدمه الطلاليه هو البكاء على الاطلال بمعنى اخر هجر مدينه معينه ثم بقات المنازل وبقاو يعني الاشياء اللي هو كيتذكرها تما فبالتالي هي اللي كتسمى البكاء على الاطلال او مقدمه غزليه او مقدمه خمريه الى غير ذلك من المقدمات اللي غادي نشوفوها ان شاء الله اثناء التحليل ديالنا ديال القصائد اللي كتنتمي الى احياء النموذج. اذا خوتي في الاخير كنتمنى على ان هذا الشيء اللي عطيتكم انكم تعاودوه فهو راه مفيد، خصوصا عطيت مصطلحات اللي هي مصطلحات ادبيه ومصطلحات اللي كتنتمي الى احياء النموذج. فكنتمنى على انكم تمشيو وتبحثوا عليها فراه هذه المصطلحات هي اللي غنخشغلوا بها يعني في الدروس خصوصا يعني في احياء النموذج. بالنسبه للناس اللي يعني خايفه الى غير ذلك فانا كنوعدكم على انني غادي نمشي معاكم بخطوه فقط يعني الى تبعتوا معايا كما يعني العام الفايت الحمد لله تلامذ انهم تبعوا معايا من البدايه حتى النهايه فالحمد لله جاب الله التيسير وجابوا نقاط عاليه في اللغه العربيه. وبالنسبه اللي راني حطيت يعني النقاط اللي هما تبارك الله من النقاط اللي هي طالعه بزاف ما كيعرفوا حتى حاجه في اللغه العربيه، ولكن بالمساعده وبالبحث ديالهم على غير ذلك استطاعوا انهم يجيبوا نقطه زوينه بزاف في اللغه العربيه. اذا خوتي ما تخافوش راه يلاه البدايه هذا يلاه هو التاطير ديال اول درس في احياء يعني في الادب بصفه عامه في الباك وهو احياء النموذج. اذا كنتمنى على انكم ما تبخلوش عليا باللي لايك راني كنشوفهم لان هما اللي كيخلوني انني باش نتشجع حقيقه باش نحط الفيديوهات اكثر. وايضا يعني تبارطاجيو الفيديو مع خوتكم. اذا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.